لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي الطلاب بالصف السادس ابتدائي ابن خلدون الياسمين من مادة الاجتماعيات. طلابي الأعزاء، نحن بدأنا بالدرس السابق في الدرس الرابع عشر مناخ وطني، والآن سوف نكمل الجزء الثاني منه. تعرفنا في الدرس السابق عن معنى المناخ وصفة المناخ و العوامل المؤثرة في مناخ وطني الموقع الفلكي. طيب، لو أردنا أن سريعا ذكرنا في الدرس السابق أن المناخ عموما بشكل عام يتصف أنه حار صيفا بارد شتاء، هذا بشكل عام يعني. وأما الأمطار تأخذ في فصل الشتاء، وتحدثنا عن صفة المناخ في كل منطقة، مناطق المرتفعات الغربية، المناطق الوسطى، الشمالية، الأرض الخالية، السواحل. طيب، و بدأنا عن ووصلنا إلى هذه الفقرة وهي العوامل المؤثرة في مناخ وطني. قلنا أنه عندنا عاملين اثنين يؤثران في المناخ وطني، عندنا الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. العوامل المؤثرة في مناخ وطني عندنا الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. أما الموقع الفلكي، كيف يؤثر الموقع الفلكي في مناخ وطن المملكة العربية السعودية؟ من خلال وقوع المملكة ضمن الإقليم الصحراوي المداري. قلنا أن المملكة تقع ضمن الإقليم الصحراوي المداري الجاف، أي المملكة ضمن المنطقة الصحراوية الحارة. الكرة الأرضية مقسمة إلى مناطق وأقاليم مناخية، فالمملكة ضمن الإقليم الصحراوي. لماذا؟ مناخها حار بشكل عام طبعا، وجاف أي قليل الأمطار، فالمملكة ضمن الإقليم الصحراوي الحار بشكل عام وقليل الأمطار. طيب، ايضا ذكرنا انه ان المملكه تواجه رياح جافه شتاء ورياح ايضا جافه صيفا، لذا يتسم مناخ المملكه بالجفاف على مدار السنه. وقلنا ايضا من تاثيرات الموقع الفلكي اثنين، تعامل الشمس على مدار السرطان الذي يمر بارض وطني المملكه العربيه السعوديه. قلنا ان مدار السرطان يمر بارض المملكه العربيه السعوديه، والشمس تكون تتعامد الشمس على هذه المنطقه اللي هي منطقه مدار السرطان. هذا ايضا يؤثر في ارتفاع الحراره في المملكة العربية السعودية وأعطائها هذه الصفة، صفة المناخ الصحراوي. طيب، الآن سوف نكمل العامل الثاني من العوامل المؤثرة في مناخ وطني. عندنا الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي، إذا نحن قسمنا، عندنا الموقع الفلكي تحدثنا عنه، عندنا الآن الموقع الجغرافي. كيف يؤثر الموقع الجغرافي في مناخ المملكة العربية السعودية؟ يعني ما دخل، ايش دخل الموقع الجغرافي بها بتأثيره في المناخ؟ كيف يؤثر الموقع الجغرافي في المناخ؟ طبعا يؤثر الموقع الجغرافي في مناخ وطن المملكة العربية السعودية لما يأتي، لأول الأسباب التالية. أولا، اتساع مساحة وطن. نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية مساحتها كبيرة جدا، تبلغ 2 مليون كيلومتر مربع، فهي مساحة كبيرة جدا. وأيضا هذه المساحة الكبيرة تخلو من المسطحات المائية، ما فيها أنهار ولا بحيرات. إذا عدم وجود الأنهار وعدم وجود البحيرات أيضا، كل ذلك ساعد على سيادة الجفاف في معظم أجزاء المملكة، أي على انتشار الجفاف في معظم أجزاء المملكة. الجفاف يعني قلة الأمطار والحرارة المرتفعة. إذا أول عامل وأول سبب من أسباب الموقع أو من تأثيرات الموقع الجغرافي اتساع مساحة المملكة، اتساع مساحة المملكة وخلوها من المسطحات المائية، عدم وجود المسطحات المائية، عدم وجود الأنهار، عدم وجود البحيرات، كل هذا أدى إلى انتشار الجفاف في معظم أجزاء المملكة العربية السعودية. أيضا من تأثيرات الموقع الجغرافي أيضا اقتصار تأثير الخليج العربي والبحر الأحمر على السواحل المجاورة لهما فقط لصغر مسطح ماء المائي. يعني لو عدنا للخارطة هذه، احنا قلنا عندنا
منطقتين أو مسطحين مائيين في المملكة، الخليج العربي في الشرق والبحر الأحمر في الغرب. فتأثير طبعا المسطحات المائية تؤثر طبعا في المناخ، لكن تأثيرهما بسيط، يعني تأثير الخليج العربي والبحر الأحمر بسيط جدا ويقتصر على السواحل المجاورة لهما، يعني المناطق المجاورة لهما، وذلك لصغر مسطحهما المائي. يعني لو قارنا الخليج العربي، ساحل الخليج العربي مع ساحل البحر الأحمر، مساحة المملكة بيطلع عندنا المسطح المائي صغير مقارنة في المساحة. فيقتصر تأثير الخليج العربي والبحر الأحمر على السواحل المجاورة لهما، على السواحل المجاورة لهما، وذلك لصغر مساحتهما. أيضا عندنا من الأسباب من تأثير الموقع الجغرافي عندنا امتداد المرتفعات الغربية والصحاري الرملية الضخمة، إلى منع المؤثرات المناخية من التوغل إلى الداخل. ما معنى هذا الكلام؟ امتداد المرتفعات الغربية، في عندنا نحن لو شاهدنا هنا على تابعنا في الموز، في عندنا في المنطقة الغربية طبعا قلنا مرتفعات غربية، مرتفعات تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب كما نشاهد هذا في اللون البني. فهذه المرتفعات، امتداد هذه المرتفعات الغربية أدى إلى منع المؤثرات المناخية من التوغل إلى الداخل. يعني أدت هذه الجبال أو هذه المرتفعات إلى منع دخول تأثير المسطحات المائية إلى الداخل. يعني المسطحات المائية هذه تأثيرها ورطوبتها لا تصل إلى الداخل، داخل المملكة، بسبب وجود هذه المرتفعات. فهذا سبب رئيسي طبعا من أسباب من تأثيرات الموقع الجغرافي. إذن امتداد المرتفعات الغربية والصحاري الرملية كذلك، كما نعرف ونعلم أنه في المملكة صحاري رملية ضخمة، ربع الخالي والدهناء وغيره. فهذا كله أدى إلى منع المؤثرات المناخية من التوغل، أي من الدخول إلى داخل المملكة إلى الوسط. أيضا من تأثيرات الموقع الجغرافي أيضا أربع ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية في غرب المملكة نتيجة الارتفاع. انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية في غرب المملكة نتيجة الارتفاع. بالنسبة للمرتفعات الغربية، في عندنا طبعا كما نعلم أنه في المرتفعات الجبلية أو في المناطق المرتفعة، كلما ارتفعنا إلى الأعلى تنخفض درجة الحرارة، كلما ارتفعنا إلى الأعلى تنخفض درجة الحرارة. فانخفاض درجات الحرارة، فتنخفض درجة الحرارة على المرتفعات الجبلية هنا في غرب المملكة العربية السعودية. المرتفعات الجبلية تكون درجة الحرارة فيها منخفضة بسبب إيش؟ بسبب الارتفاع. بسبب الارتفاع. أيضا من تأثيرات الموقع الجغرافي، نحن الآن نتكلم عن تأثيرات الموقع الجغرافي، كيف يؤثر الموقع الجغرافي في مناخ المملكة. قلنا أولا اتساع المساحة وخلوها من المسطحات المائية كالأنهار والبحار والبحيرات، وأيضا اقتصار تأثير الخليج العربي والبحر الأحمر على السواحل المجاورة لهما، أيضا امتداد المرتفعات الغربية والصحاري الرملية الضخمة أدى لمنع المؤثرات المناخية من التوغل للداخل. أربعا انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية في غرب المملكة نتيجة هذه الارتفاع. خمسة من تأثيرات الموقع الجغرافي ارتفاع معدلات درجات الحرارة نسبيا على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة. الساحل الجنوبي الغربي للمملكة، يعني ساحل البحر الأحمر في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، تكون درجة الحرارة مرتفعة في الساحل ليس في المرتفعات. لماذا؟ لانخفاض سطحه ووقوعه بمحاذاة البحر الأحمر وهبوب رياح موسمية جنوبية غربية. تهب رياح موسمية صيفية، أي موسمية يعني صيفية جنوبية غربية، يعني في الجزء الجنوبي الغربي، وهي رياح داهية. طيب، إذا ارتفاع معدلات درجات الحرارة نسبيا على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة. إذا هذه أهم تأثيرات الموقع الجغرافي. نعيد، احنا قلنا من العوامل المؤثرة في المناخ الوطني الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي يؤثر الموقع الجغرافي في مناخ وطني المملكة العربية السعودية لما يأتي، أي الأسباب الآتية. أولا اتساع مساحة المملكة وخلوها من المسطحات المائية، اتساع مساحة المملكة وخلوها من المسطحات المائية، أي من الأنهار والبحيرات. أيضا اثنين اقتصار تأثير الخليج العربي والبحر الأحمر على السواحل المجاورة لهما،
على السواحل المجاورة لهما يصغر مساحة من سطحهما المائي. 3 امتداد المرتفعات الغربية، امتداد المرتفعات الغربية والصحاري الرملية الضخمة أدى إلى منع المؤثرات المناخية، أدى أن يمنع من دخول المؤثرات المناخية كالرطوبة وغيرها إلى الداخل المملكة. أيضا 4 ارتفاع أو انخفاض درجات الحرارة، انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية، انخفاض درجات الحرارة على المرتفعات الجبلية في غرب المملكة العربية السعودية نتيجة للارتفاع بسبب ارتفاع. 5 ارتفاع معدلات درجات الحرارة نسبيا على طول الساحل الجنوبي الغربي للمملكة. هذه أهم مؤثرات الموقع الجغرافي. الآن ننتقل إلى الأمطار. الأمطار طبعا الأمطار في المملكة العربية السعودية تهطل في شتاء لكن قليلة، تهطل الأمطار في المملكة العربية السعودية بقلة بشكل عام، هي قليلة إلا في جنوبها الغربي، إلا في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة فتكون أكثر، ويسقط معظمها كما قلنا في فصل الشتاء وأوائل الربيع وأواخر الخريف. إذن الأمطار تسقط في فصل الشتاء وفي أوائل فصل الربيع وفي أواخر فصل الخريف، هذه بشكل عام. أما في الجنوب الغربي من المملكة فتسقط الأمطار في جميع فصول السنة تقريبا. إذا الأمطار تكثر في الجنوب الغربي من المملكة وتسقط في جميع فصول السنة تقريبا، طبعا وهي تتباين في كمياتها، أي تختلف في كمياتها من فصل إلى آخر، يعني في فصل تكون كثيرة، في فصل الذي يليه ممكن أقل، يعني تختلف بكميتها من فصل لآخر. إذا نعيد بشكل سريع، بالنسبة للأمطار تعطو الأمطار في المملكة العربية السعودية بقلة إلا في جنوبها الغربي، الجزء الجنوب الغربي من المملكة، ولأنها منطقة مرتفعة، لأنها منطقة جبلية ومرتفعة فتكثر فيها الأمطار، وتسقط الأمطار في فصل الشتاء وأوائل الربيع وآخر الخريف. أما في الجنوب الغربي كما قلنا فلا تسقط بشكل مستمر تقريبا في جميع فصول السنة، وتختلف كميتها من فصل إلى آخر. طيب الآن نأتي إلى النشاط الأول، النشاط رقم 1 في هذا الدرس. السؤال الأول، يعلل الطلبة ما يأتي، يعلل الطلبة ما يأتي. 1 ارتفاع درجة الرطوبة في المناطق الساحلية الغربية والشرقية. يعلل الطلبة، يعلل أي ما سبب، نذكر السبب. علل أي لماذا وما سبب ارتفاع درجة الرطوبة في المناطق الساحلية الغربية والشرقية. أنا ذكرت ضمن الدرس أنه في المناطق الساحلية ترتفع الرطوبة، الرطوبة هي نسبة بخار الماء طبعا المنتشرة في الجو. لماذا ترتفع الرطوبة في المناطق الساحلية الغربية والشرقية؟ هي غير موجودة في المناطق الجبلية أو الهضبية أو الرمال، إنما فقط في المناطق الساحلية الغربية والشرقية. لماذا؟ يلا ما هي الإجابة؟ نعم، لقربها من المسطحات المائية ترتفع درجة الرطوبة في المناطق الساحلية لأنها هي قريبة من المسطحات المائية، البحر الأحمر والخليج العربي. طيب سوف توقف هنا أعزائي الطلاب ونكمل الجزء الثالث أو ما تبقى من النشاط الأول، نكمله إن شاء الله في الجزء الثالث من هذا الدرس. بارك الله بكم وشكرا لكم، جزاكم الله.